تنفذ من كواليا طويلة. مفتاح مفتاح سلاطني، سلاطني صايب صايب مرفوعة لمراكشي. يلا يا مراكشي، مراكشي تبقى مع الكرة، مراكشي وهكذا يتنفس الجمهور، الجمهور العنابي، الجمهور يحضر بقوة اليوم في هذه المقابلة، يحضر بقوة ويتنفس السعادة، فرحة كبيرة في المدرجات، ونشوف الإعادة، مراكشي حررنا جميعا، الإصابة الأولى لسان الفريق الوطني الجزائري، ممتاز يا مراكشي، 1 2 3 فيفا لالجيري، 1 2 3 فيفا لالجيري، كل الجمهور كرجل واحد. كل الجمهور اهتز لهدف مراكشي، ممتاز مراكشي، الجزائر هدف، اوغندا صفر، وربما ستنطلق المقابله من جديد. نعم نعم حسن، لو سمحتك قسم ساعتين ربما القلعي. تفضل تفضل. ساعتين قبل دقيقه واحده من نهايه المقابله، سجلنا هدف، كيفاش راح نكملوا المقابله هذه؟ مهم، نظن هدف مهم جدا، خاصه لان المقابله صعيبه جدا. ان شاء الله هذوك باش مقابله في وقت سيكولوجي مهم. نقدر نقول قيل الحل. ان شاء الله هذوك نديروا تعديلات ويكون احسن ان شاء الله. ان شاء الله يكون ان شاء الله يا وان شاء الله يكون الحل ونشوف الاعاده والكوره اخيرا تسكن شباك الحارس كواليا. اخيرا اخيرا الكوره تسكن شباك الحارس كواليا. الجزائر هدف، الجزائر هدف، اوغندا صفر. نلعب الوقت بدل الضايع، وربما الطاقم الفني المتشكل من سعدان وابو علام شارف راح يقوموا بتعديلات، وان شاء الله الفريق الوطني الجزائري يضيف اهداف اخرى. شوف مراكشي، مراكشي مسجل هدف، والاخراج الرائع لزميلنا المخرج محمد حزورلي اللي راه يعطينا كل كبيره وصغيره في هذه المقابله. هجوم